خي هيا ما خلونا حارة، ما خلونا دار، ما خلي كل حارتنا هدموها، كل حارتنا هدموها، ما ظلينا ولا دار بالحارة نسكن فيها. كلها هاي تهدمت، شوف هالدور شلون تهدمت، كلها بالمدافع والدبابات يضربونها وبالقنابل باللي ما نعرفنا نجينا الضرب. لا عاد نقدر نقعد فيها ولا عاد نقدر نفوت لها. ها شوف الطيارات شلون عم تدوي. شوف الطيارات شلون عم تجينا، نضربنا بالطيارات، الطيران عم يضربونا، بالدبابات عم يضربونا. ايش هو الكفار؟ احنا اسلام ما لنا كفار. شوفوا شلون هدمونا، ما خلونا حاره، ما خلونا دار، ما خلونا شيء. وين بدنا نروح نحن؟ الطيران عم تضرب، والمدافع عم الدبابات عم تضربنا، والادم ما في اكل ناكل. منين بدنا نعيش؟ انا صاحبة مرض. معي سكر، معي ضغط، معي عصب، هاي معي جلطة، راح نموت يا أخي، والله ما في أكل، ما فيش، بدنا ناكل ما في، بدنا ناكلنا لقمة بس هيك تحت الدواء اللي بدنا نشربه ما في، نعم نروح نجيب ما فيش يا أخي، والله هدمونا الحارة كله، كل الحارة هدموها، ما خلوا دار سوى، ما خلوا لنا شيء. خليك شوف الطيران شلون عم يضربنا. بعد الضريبة يا رب. لأن الأجانب دعمتهم والروس دعمتهم وكل دعمت كل الدولة دعمتهم، إحنا الله معانا بس، ما في غير الله سبحانه وتعالى معنا، والله بحمينا إن شاء الله. هدمونا، ما خلونا حيلتنا حيلي، ابني قطعت إيده، جبته قذيفة قطعت إيده وإجروا، وابن الثاني معتقلينه، ابن الثاني معتقلينه، وما عنا لا وظائف ولا عنا شيء، إحنا نعيش من وراه، منين بدنا نعيش؟ من رحمة رب العالمين. ورب العالمين ما مرحمنا استو. طيب شو بنعمل؟ الله يا رب اللي ساعة فيها الشيء هذا ينقطع يديه ويجري. يبعث لك يا بشار ما حيتمحيك يا رب. بجاه محمد. إن شاء